النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي، وإلى العناوين. الأهلي يدعو حسام غالي وكهربا لودية أتلتيكو مدريد. عبد الحفيظ محمود البنا حرمنا من ركلة جزاء صحيحة أمام طنطا. والفريق الأول يواصل تدريباته بدون راحة استعدادا لسموحة. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. وافقت الجهات الأمنية بشكل رسمي على حضور 60,000 مشجع للمباراة الودية بين الأهلي وأتلتيكو مدريد الأسباني والمقرر لها 30 من شهر ديسمبر الجاري. وأخطر مسؤولو الجهات الأمنية ثروة سويلم المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري والذي كان يتواصل مع الجهات المعنية بالموافقة على حضور 60,000 متفرج. ومن المنتظر أن يكون هناك اجتماع بين مسؤولي اتحاد الكرة ونادي الأهلي خلال الساعات المقبلة من أجل الترتيب للمباراة والتي سيخصص دخلها لصالح أسر الشهداء. وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الدعوة للثنائي حسام غالي قائد الفريق السابق ولاعب النصر السعودي محمود عبد المنعم كهربا لاعب اتحاد جدة والزمالك السابق للمشاركة في مواجهة أتلتيكو مدريد الودية. وكان الأهلي قد وجه الدعوة لثمانية من النجوم العرب وهم تيسير الجاسم وأسامة هساوي لاعبا نادي الهلال السعودي، أحمد الفريدي لاعب نادي النصر السعودي، وفهد المولد لاعب اتحاد جدة السعودي، وأحمد خليل لاعب الجزيرة الإماراتي، وعمر عبد الرحمن عموري لاعب العين الإماراتي، وسيد ضياء لاعب الرفاع البحريني، وإسماعيل عبد اللطيف المحرق من المحرق البحريني، وللمشاركة في المباراة والتي تقام 30 ديسمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية تحت شعار السلام ضد الإرهاب. قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق خسر نقطتين اليوم أمام طنطا في سباق الحفاظ على لقب الدوري. وأضاف البدري أن اللاعبين لم يستغلوا الضغط الهجومي ويترجموه إلى أهداف خاصة، خاصة وأن الأهلي امتلك الكرة في وسط ملعب طنطا طوال المباراة. وأكد البدري أن الأهلي رغم التعثر أمام مصر المقاصة وطنطا إلا أنه يعد الأقرب للفوز بلقب الدوري في الموسم الحالي. وكشف البدري أن خروج عمرو السولية في الشوط الثاني يرجع إلى إصابته بثقل في العضلة الخلفية، مشيرا إلى أنه غير راض عن أداء بعض اللاعبين وسيتحدث عن الأخطاء مع اللاعبين داخل الغرف المغلقة. قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الأهلي يستحق الحصول على ضربة جزاء واضحة خلال مباراة أمس أمام طنطا ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري. وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلي من أقل الفرق والتي يحتسب لها ضربات جزاء في مسابقة الدوري رغم أن لمس الكرة ليد لاعب طنطا كان واضحا للجميع. وتابع مدير الكرة الحكم ألمح بعد المباراة إلى أن الكرة لمست يد لاعب طنطا بالفعل ولكن تقديره لها كان عدم احتساب ضربة جزاء.
وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته اليوم في 13 على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وعقد حسام البدري اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المباراة، شرح خلاله الأخطاء والتي وقع فيها اللاعبين وطلبهم باستعادة الانتصارات في المباريات المقبلة. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سموحة الأربعاء المقبل في الجولة 14 من مسابقة الدوري. أدى وليد سليمان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية منفردة قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. ويؤدي سليمان تدريبات إضافية على ملعب التتش بالجزيرة بهدف الاستشفاء وزيادة الأحمال البدنية لديه وفقا للبرنامج المحدد له من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي. انتظم علي معلول وهشام محمد وأكرم توفيق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة. وغاب ثلاثي عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الماضية بسبب إصابات مختلفة. خضع شريف إكرامي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لجلسات علاجية على هامش ميران الفريق والذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة. وكان شريف إكرامي قد تعرض لكدمة في الركبة منعته من المشاركة في مباراة طنطا أمس الجمعة. المزيد من التفاصيل حول تدريبات الأهلي اليوم ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. أمير أهلا بك. أهلا بك يا فيروز وأهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. أمير احكي لنا عن كواليس تدريبات النهاردة في التتش. طبعا النهاردة استأنف الفريق الأول تدريباته بعقب التعادل من مباراة أمس أمام فريق طنطا واستعدادا للمباراة المهمة المقبلة أمام فريق سموحة إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. النهاردة التدريبات كانت في تمام الساعة 3 عصرا، يمكن مع بداية المران كده في الملعب كان في اجتماع ما بين كابتن حسام البدري والجهاز الفني ولاعبي النادي الأهلي للحديث عن الفترة اللي فاتت وبالتحديد مباراة طنطا ومباراة مصر المقاصة، وكان يمكن الحديث طول شوية استمر حوالي من 20 ل 25 دقيقة. اتكلم كابتن حسام البدري، اتكلم كابتن سعد عبد الحفيظ، وأيضا سمح الحديث لبعض اللاعبين زي أحمد فتحي وعبد الله السعيد، وكان لهم كلام معين طبعا مع اللاعبين ومع الجهاز الفني. اكيد ده كان شيء مهم جدا عشان يتدارك الفريق الاخطاء اللي وقع فيها في مباراتين السابقتين سواء مباراه طنطا او مباراه مصر المقاصه السابقه. بعد الاجتماع ده على طول كان في المران النهارده، والاختلاف طبعا اللاعبين اللي شاركوا في مباراه الامس كان لهم تدريبات استشفائيه، كان في تدريبات للاعبين اللي ما شاركوش خالص، وكان معاهم احمد الشيخ. كان احمد الشيخ شارك في المباراه بالامس لحد منتصف الشوط الثاني، لكن النهارده الجهاز الفني اصر ان هو يكون متواجد في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي، ما يكونش ليه تدريبات استشفائيه خصوصا ان هو ما شاركش لفترات كبيره خلال الفتره السابقه. بالتالي التدريبات كانت تدريبات عباره عن تقسيمه كده بالكوره شارك فيها جميع اللاعبين، ما فيش تدريبات بدنيه قويه فيروز، خصوصا ان جميع لاعبي النادي الاهلي خلال الفتره السابقه كانوا بيشاركوا في المباريات بشكل مستمر، فتجنبا للاجهاد ما كانش في تدريبات بدنيه قويه. النهارده طبعا كان في بعض الفقرات اللي ركز عليها كابتن حسام بدري خلال المران سواء التدريبات على الكرات العرضيه او التسديد على المرمى، كل لاعبي النادي الاهلي ادوا التدريبات دي بشكل جيد جدا. بالنسبه للاصابات زي ما انت اتكلمت، يعني النهارده علي معلول
حسام عاشور وهشام محمد النهارده لاول مره بيشاركوا في التدريبات الجماعيه بشكل جيد، وواضح ان هم ان شاء الله خلال ايام بسيطه هيكونوا جاهزين بدنيا للمباريات الرسميه مع النادي الاهلي. شريف اكرامي عنده كدمه في الركبه، كان طبعا ليه بعض التدريبات التاهيليه في الجيم. رامي ربيعه ومحمد السناوي ايضا فارزين او بيواصلوا التدريبات التاهيليه الخاصه بيهم عشان ان شاء الله يرجعوا في اقرب فرصه ممكنه عشان يكونوا جاهزين او متاحين للجهاز الفني لاتحاد كابتن حسام البدري خلال الفتره المقبله ان شاء الله. امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. فاصل قصير ونعود الى متابعه الاخبار المحليه.